المهندس محمود مراد نائب رئيس جهاز اكتوبر الجديدة، اهلا بحضرتك، نورتنا في حياة جديدة. اهلا وسهلا بيك يا فندم، وانتوا اللي نورتونا في مدينة 6 اكتوبر الجديدة. يعني قبل ما نتكلم عن المشروعات اللي موجودة هنا في مدينة اكتوبر الجديدة، عايزين نتكلم عن مساحة المدينة وموقعها، وازاي ان هي يعني في شبكة ربط بين الطرق والكباري هنا. طيب مبدئيا كده، مدينة 6 اكتوبر الجديدة هي امتداد لمدينة 6 اكتوبر. المدينة انشئت في سنة 2017 على مساحة 90 الف فدان. الموقع للمدينة حقيقي موقع استراتيجي، لان الموقع المدينة موجودة وسط شبكة من الطرق، يعني شمال المدينة محور الضبعة، جنوب المدينة طريق الفيوم، شرق المدينة الدائري الاوسطي، وغرب المدينة الدائري الاقليمي. فلما تكون شرايين التنمية محيطة بالمدينة من كل ناحية، بالاضافة لوجود طريق الواحات اللي بيمر في قلب المدينة، فده بيدي حيوية وتنمية كبيرة للمدينة. كلمني عن كم الاستثمارات اللي تم ضخها إلى الآن، وإيه المشروعات اللي تمت بالفعل؟ طيب تحديدا حتى تاريخه، احنا تم انفاق ما يقرب من 30 مليار جنيه ما بين مشروعات الاسكان ومشروعات البنية التحتية والمباني الخدمية. احنا لما اشتغلنا في المدينة اشتغلنا في منطقة اسمها منطقة زهراء اكتوبر الجديدة، وهي منطقة 800 فدان سابقا، والمنطقة دي تم تنفيذ ما يقرب من 42 الف وحدة سكنية، وبالفعل تم الانتهاء بنسبة 98% من المنطقة حاليا، وتم تسليم ما يقرب من 35 الف وحدة سكنية حتى تاريخه، والمنطقة شغالة بصورة كويسة، بالاضافة وجود المباني الخدمية وشبكة الطرق والبنية التحتية بالكامل. يعني احنا لما بنسلم الوحدة السكنية للمواطن بنسلم له وحدة كاملة التشطيب، كاملة المرافق، بالإضافة لكاملة الخدمات. ثم اشتغلنا برضو في منطقة ربط أكتوبر، برضو نفذنا فيها مؤامرات الإسكان الاجتماعي، نفذنا مشروع سكن مصر بإجمالي 4236 وحدة سكنية، هو يعتبر مشروع إسكان متوسط. تم حتى تسليم عدد من الشقق حوالي 300 شقة حتى تاريخه. طيب يعني حضرتك ذكرت كذا نوع من الإسكان، وطبعا أي مدينة جديدة مرتبطة بالإسكان وأنواعه، إيه أنواع الإسكان هنا وعدد الوحدات اللي تم تسليمها تحديدا؟ طيب الإسكان احنا بننفذ في المدينة ما يقرب من 85 ألف وحدة سكنية. طيب. نفذنا 4236 وحدة في مشروع سكن مصر، هو إسكان المتوسط، وبننفذ ما يقرب من 81 ألف وحدة. من ال 81 ألف وحدة دول منقسمين في ثلاث مناطق، في منطقة ربط أكتوبر، منطقة زهراء أكتوبر الجديدة، ومنطقة غرب المطار. حتى تاريخه تم تسليم ما يقرب من 35 ألف وحدة سكنية. يعني احنا عندنا إسكان متوسط، عندنا إسكان محدود الدخل، عندنا مساحات 90 متر و 75 متر، ده الإسكان المتوسط محدود الدخل، وعندنا مساحات من 108 115 118 للإسكان المتوسط. وزي ما قلت لحضرتك ان كل الوحدات السكنية بيتم تسليمها كاملة التشطيب، كاملة المرافق، وكاملة الخدمات. يعني في ناس هنا جم وسكنوا. بالفعل. طيب اي حد بيفكر يجي يسكن قبل، حتى لو شقته يعني سوبر لوكس ومتشطبة والعفش جواها، بيفكر لا انا المستشفيات، ولادي لو لا قدر الله تعبوا، طيب المدارس، طب الخدمات، السوبر ماركت، اي خدمات هل هي متوفرة هنا في مدينة اكتوبر الجديدة؟ طيب خلينا نتفق على حاجة، ان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والممثلة لوزارة الاسكان لما بتنفذ اي مشروع بتنفذ مجتمع عمراني متكامل. طيب. يعني احنا بنبص روح الحياة زي بالمعنى الحرفي في الصحراء، بحيث ان احنا نحولها لمجتمع عمراني. فلما نقول مجتمع عمراني متكامل، فلازم نكون احنا بنشتغل بالتوازي ما بين بننفذ المشروعات الاسكان، بننفذ المباني الخدميه، بننفذ البنية التحتيه، وكمان بندخل الخدمات. يعني خلينا اقول ان احنا مثلا في مشروعات الاسكان على سبيل المثال منطقة زهراء أكتوبر الجديدة، احنا نفذنا مشروعات اسكان بما يعادل حوالي 15 مليار جنيه، نفذنا مشروعات بنية تحتية بما يعادل حوالي 7 مليار جنيه، نفذنا حوالي 55 مبنى خدمي بتكلفة تعدت ال 500 مليون جنيه. كمان كل الخدمات دلوقتي شغالة، يعني احنا يعني سلمنا مثلا 5 ملاعب رياضية للشباب الرياضة ومركز شباب، سلمنا 4 وحدات صحية لوزارة الصحة، سلمنا 4 حضانات لوزارة التضامن الاجتماعي. طبعا. وكل وزارة هي اللي بتشغل الخدمة. فبالتالي احنا المنطقة اللي احنا بتكلمنا عنها دي شغال فيها الوحدة الصحية، شغال فيها الملعب الرياضي، شغال في الحضانة، الحضانات، وكمان المدارس. احنا كمان بننفذ يعني زهراء اكتوبر الجديدة دي فيها مدارس حكومي، فيها مدارس تجريبي، كمان فيها مدارس دولية. بالاضافة كمان ان احنا كدولة بننفذ المباني الخدمية، كمان بنتيح الفرصة للقطاع الخاص، فبيبقى عندنا مستثمرين بيشتروا اراضي وبينفذوا.